السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناة سمو برو. حلقة اليوم سوف تكون حول جوجل ادسنس. سنقوم بمشاركتك كيف تقوم بتفعيل حساب ادسنس عن طريق الكود بين الذي تتوصل به في منزلك، يعني من جوجل ادسنس. ستتوصل برسالة مثل هذه، يعني في حال قمت بطلب، يعني الآن، يعني بالنسبة للأشخاص الذين يعني فعلوا حسابات ادسنس القديمة، فهذه هي رسالة في السابق كانت على هذا الشكل. فعندما ستقوم بفتحها، اوكي، حتى هي مفتوحة، اوكي، فعندما ستقوم بفتحها، يعني هذه هي الرسالة القديمة، لا اعلم لماذا لم افتحها حتى انا، اوكي، ساقوم بفتحها. فهنا ستجد الكود بين، لا اعلم اي حساب ادسنس هذا قمت بتفعيله، يعني انا اول مرة اشاهد هذه. فكانت هذه يعني أول ما أفتح فيها هذه الرسالة، يعني هنا قرأت أنني يعني أنها أرسلت في 2015. أنا لم أقوم ب أوكي، يبدو أنها الآن واضحة، في 2015 شهر 6، وأنا لم أقم بتفعيل الحساب الأدسنس. لا أعلم أي حساب هذا، سأبحث عن هذا الحساب حتى أقوم بتفعيله، وغالبا سيكون حساب بالأورو وليس بالدولار. على العموم، يعني هذه هي رسالة، فهذه رسالة قديمة بالطبع، فهذه رسالة تحصلت عليها في 2015، لكن هذه الرسالة تحصلت عليها الآن، أي تحصلت عليها اليوم. اكتشفت أن لدي أدسنس جديد من خلال هذا الفيديو. على العموم، يعني هنا لا يوجد أي تاريخ هنا يدل على أوكي لا يدل. نعم، سأقوم الآن بفتحها حتى أرى. اوكي، فهذه هي الرسالة. ساقوم الان ب اوكي، يجب عليها ان تقوم بفتحها بالكامل. ظننت انها توجد هناك يعني ورقة بها الكود. اوكي، ساحاول فقط فتحها. تعال هنا، ساقوم فقط بمحاولة فتحها بهذا الشكل. على العموم، هذه هي الواجهة الجديدة الخاصة بالأدسنس، وهذه هي واجهة الرسالة الجديدة الخاصة بالأدسنس. فهذا هو كود بين الخاص بك، ستجده مكتوب كبير، يعني على عكس هذه الرسالة القديمة. يعني سأقوم بتفعيل حساب الأدسنس من خلال هذه الرسالة. يعني هذه الرسالة كانت لدي في المنزل، لكن لم أفعل بها حساب الأدسنس. إن شاء الله سأبحث عن الحساب وسأقوم بتفعيله. فهذا هو الكود بين الخاص بي. فكما تشاهد معي الآن، هنا بعض المعلومات التي يقول لك أنه يجب عليك أن تقوم بعملها حتى تقوم بتفعيل حسابك. هنا يقول لك أن تذهب إلى جوجل أدسنس، يقول لك أن تقوم هنا بالذهاب إلى البارامتر، وبعد اختيار بيمو، هنا تقوم بالذهاب إلى الضغط على account information، ثم هنا يقول لك أن تذهب إلى verify address وتقوم بكتابة الكود address، ثم تضغط على submit pin. فهذه الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بتتبعها حتى تقوم بتفعيل حسابك على أدسنس. لكن نحن اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتفعيل الأدسنس، وسنويك يعني طريقة تفعيلها من خلال تطبيقنا لهذه الخطوات التي قامت بجوجل بكتابتها في هذا المكان. يعني سندخل الآن إلى الشرح، ابقى معنا. مرحبا بك مرة أخرى، وقبل أن ندخل في الشرح، أدعوك للاشتراك من خلال الضغط على أبوني وسبسكرايب واشتراك على حسب اللغة التي تعتمدها على قناتك على اليوتيوب. كذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل خاصية الجرس لتتوصل دائما بجديد القناة. فأول شيء، كل ما عليك أن تفعله هو أن تقوم بالذهاب إلى حسابك على الأدسنس بالطبع، يعني هذا هو حساب الأدسنس. سأقوم بالدخول إليه، وستجد هنا مكتوب يعني فوق، يعني هنا دفعاتك معلقة حاليا لأنك لم تثبت صحة عنوانك. سأقوم هنا بالضغط على إجراء. يعني بالنسبة الأشخاص الذين لم تظهر لديهم هذه الرسالة، كل ما عليهم هو الذهاب إلى الإعدادات، ثم تختار هنا معلومات الحساب. بعد ذلك هنا تختار تأكيد صحة العنوان في هذا المكان. هنا في هذا المكان يقول لك أن الكود موجود في هذا المكان، ونحن الآن أريناك أين يوجد هذا الكود. على العموم، يعني ستقوم بكتابة الكود الذي توصلنا إليه، يعني أنا سأقوم بكتابته الآن. 9481 09. هنا سأضغط على إرسال رقم التعريف الشخصي في هذا المكان، ثم سأنتظر إلى أن يتم التحقق. وها هو حسابي الآن قد تحققت
منه. اتمنى ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابك. يعني بالنسبه لهذه الرساله هنا ستنتظر فقط يعني لمده 24 ساعه وسيتم يعني حذفها حين يتم التحقق من عنوانك 100%. على العموم هذه حلقه اليوم وهذا هو كل شيء في هذه الحلقه، فاتمنى تكون هذه الحلقه قد نالت اعجابك، واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابك. في حال اعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على لايك وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناه. كان معك خالد السمو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.